دي غسل فريق تدخل السريع من قرية دلبشان التابعة لمركز كفر الزيات. دي إغاثة من أهل وجيران الحاج إبراهيم السيد العجان مركز دلبشان محافظة كفر الزيات، ودي استغاثة لفريق التدخل السريع. ده هو بيخاطب رئيس فريق التدخل السريع مباشر، وهذا الإغاثة جاية من خلال أهله ومن خلال جيرانه. دي ادي وضع الراجل تمام، وادي العيشة اللي هو عايشها، ودي النومة بتاعته تمام، وادي الاكل. للاسف يا جماعه، للاسف للاسف ده الاكل بتاعه. يعني حزب الله ونعم الوكيل، انا بصراحه مش قادر ان انا اكمل. ادي الاكل، ادي منظر الاكل بقاله شهور. حاجه ادي ادي الحاجه اللي هو بيشرب فيها تمام، ادي العيشه اللي هو عايشها، ادي الوضع على الطبيعه. يعني انا مش عارف اتكلم اقول ايه. معلش يا عم ابراهيم، معلش معلش يا عم ابراهيم، معلش.